اهلا وسهلا فيكم حبايبي مشاهدين قناة سمرة الغالية، برحب فيكم في حلقة جديدة وخميس جديد معي انا امل قطامي. طبعا بشوفكم كل يوم خميس وسبت الساعة 5 مساء بتوقيت العراق والاردن. طبعا انا دائما بكون سعيدة ومتحمسة اني اشوفكم او تشوفوني واحكي معكم واقرا تعليقاتكم. اول اشي طبعا فقرات البرنامج الاصل اللي بيحضرونا دائما صاروا عارفينها، اربع فقرات. الفقرة الاولى موضوع الحلقة وسؤال الحلقة، الفقرة الثانية اللي هي برضو نكمل موضوع الحلقة ونحكي لكم أرقام الاتصالات وصفحة السوشيال ميديا اللي تكتبوا عليها تعليقاتكم وأقرأ تعليقاتكم برضو. أما الفقرة الثالثة فهي فقرة صحتك بتهمنا، والرابعة اللي هي فقرة الموهبة أو الضيوف اللي بتكون معنا، وبرجع بحكي لكل حدا بشوف حاله عنده موهبة بتستحق إنه نسلط الضوء عليها سواء بالعراق أربيل تحديدا أو بالأردن عمان أو بمحافظات الأردن بشكل عام، يراسلني على صفحة الإنستغرام عشان نستضيفه. طبعا اول اشي عندنا سؤال حلقتنا لليوم، والحلقة صراحة انا اليوم بالنسبة لي حماس كتير لانه بتحكي عن اشي يعني بيصير مع الكل، وغير هيك كمان رح نكون معنا ضيوف جدا 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 مبدعين ومتألقين، يعني اقل كلمة بتنحك عنهم وانا شفتهم قبل الحلقة وتمنيت اني قعدت معهم وقت اطول. طيب اول اشي طبعا سؤال حلقتنا لليوم، شو اكتر موقف محرج صار معك؟ طلعت الصورة على صورة السؤال على الشاشة، اكتر موقف محرج صار معك. اما وين انكم تكتبوا طبعا رجعوا علينا على الارقام اللي ظاهر اسفل الشاشة 0096474049669 و00964751175163. طبعا يمكن هاي الحلقة رقم 16 ولهلأ ما قدرت احفظ الرقم. طبعا هلأ كمان ناس اللي بيسألوا وين يكتبوا اجاباتهم عشان اقرأ تعليقاتكم، على صفحتي على الانستغرام amal_mord. طبعا بستنى كل تعليقاتكم، وهلا انا نزلت البوست قبل شوي تقريبا قبل ربع ساعه وصارت التعليقات كثيره ما شاء الله، يمكن شكل كل الناس عندها مواقف محرجه صارت معهم. طيب وغير هيك كمان زي ما حكيت لكم شوفونا كل يوم خميس وسبت الساعه 5 بتوقيت العراق، اربيل بتوقيت كمان عمان. وغير هيك للناس اللي بتسال وين نحضر اعادات الحلقات، الحلقات بتنزل بنفس اليوم مساء على اليوتيوب. طيب اول شيء طبعا احنا اليوم بدنا هلا عفوا نروح فاصل صغير نرجع لكم لنقرأ تعليقاتكم ونعرض لكم الفيديوهات، خليكم معنا. طيب رجعنا لكم ولعبين ما تكون جاهزة معنا الفيديوهات، أنا نزلت البوست على الانستغرام وصارت التعليقات واصلة وكتير. كمان عنا غادة بتقول كنت بالساحة المدرسة بالكشافة ويوم خميس فما كنت أفرق شوكت. طبعا اللهجة العراقية أنا خلاص أتقنتها لدرجة أنه بكون قاعدة مثلا مع بنات عراقيين أو بسمع عراقي، فلما يشوفوني بجاوب بتطلع فيه بنصدموا أنه أمل أنت بتجاوبي، فخلاص انا ببشركم انه قريبا رح اتجنس الجنسية، كيف اتجنسها ما بعرف، بس انه الفكرة انه اتقنت اللهجة العراقية. كنت بالساحة المدرسة بالكشافة ويوم خميس فما كنت افرق شوكتي، كلون عاشت العراق بالاستراحة او الاستعداد، المهم صار الاستراحة عفوا المفروض الكل يسكت، فانا باعلى صوتي قلت عاشل وسكتت لانه الكل سكت، فصار صوتي كلش عالي والمديرة بصفي واكفي بصعوبة فبصعوبة سيطرت على نفسي من الضحك، فكان موقف لا أحسد عليه. طبعا هذا أتوقع اللي بيصير معنا كلنا ودائما بيصير معنا، بتكون الموسيقى أو الأغنية صوت عالي وبكون الواحد كتير متحمس وفجأة بطفوها، فجأة شو بصير صوتك أنت الوحيد بين حواليك. عنا عليا بتقول أمل اقرأ تعليقي بحبك كثير يا عمري وأنا كمان بحبك. خديجة بتقول أكثر موقف محرج صار معي أول أيام الدراسة بالثانوي، فرحانة كان وقت الراحة كنت أمشي مع صحباتي فجأة وقعت قدام كل التلاميذ وكل صار يضحك علي إحراج من يوم ما صرت أحب الثانوية. فاطمة بتقول فاطمة الشمري كنت أحكي على مدرسة للمدرسنا منيح ولازم نشتكي عليها، بحكي للطلاب ما يصير نسكت على فوضى على هاي الفوضى، وعم شجع الطلاب يشتكوا معي عليها، قلت لهم أنتوا شفتهم كلهم ساكتين بس مع حدا بحكي لي أني هم معاك، طلعت الأستاذة اللي نريد نشكي عليها وكانت فشلة طبعا أكيد. يعني زينب بتقول ناديت
رفيقتي ورحت ضربتها على كتفها على اساس انها صديقتي وطلعت وحده غريبه. حسين بيقول بلعت ابره خياطه، وبهجه بتقول مرحبا اموله انا كيفك، انا بهجه من تونس، بتذكر مره كنت طالعه على الدرج في المدرسه ولابسه حذاء اكبر من مقاس قدمي، والمشكله انه بدون خيوط يعني ما قدرت اربطه، وانا طالعه المهم وتحتي اساتذه طالعين كمان، فجاه بوقع الحذاء من فوق الدرج قدام المس، بتذكرها لهلا، والمشكله جزمه واحده سقطت، المس ارتعبت من الخوف والاصحاب ماتوا من الضحك. يلا الحمد لله على السلامه. طيب عن جد كلكم ما شاء الله قصص يعني جرايد راح اقرا. طيب قبل ما نروح ونكمل، كمان شفت فيديو كتير كان حلو لشخصيه دبلوماسيه كانه هو بريطاني، كان عم عنده لقاء جوا بيته، وهو عم يعمل لقاء دخلت بنته بعدين دخل ابنه، فبتيجي الخدامة بدها تطلعهم، وكان عن جد إيش كتير بضحك أو محرج لإله بالضبط يعني، وحتى وجهه صار أحمر وما عرف يكمل حكي. خلونا نشوفه مع بعض ونرجع لكم. كنت مع أهلي بالمول، فدخلنا للمصعد حتى ننزل للطابق الأول حتى نرجع للبيت، فبقينا بالمصعد نضغط ويصعد يصعد المصعد لفوق ومرة تانية ينزل، وتكررت هالشغلة 3 مرات. آخر إشي إجا شخص وقالنا بدكم مساعدة، فقال له أخوي بدنا ننزل للطابق الأول. بعد هالشخص قال أساسا أنتوا كنتوا بالطابق الأول وإحنا ما كنا نعرف، طلع المصعد ينزل للطابق الأول 3 مرات. أوكي يعني طلع إنه المصعد بيطلع فيهم للطابق الثالث، ترجع الأول يرجع للثالث وهم مش منتبهين. ميادة أبشر من السودان، بالنسبة للمواقف المحرجة كتير بتصير معي وأكثرها بالمدرسة مثلا لما أكون مع صديقاتي. طيب وأنا كمان بحبك يا ميادة، والناس اللي بيحكوا علمينا لفة حجابك. خلص عن جد قررت أني أنزل لكم من عيوني أحلى فيديو وأعلمكم لفة حجاب اللي هي كتير سهلة. أنا محمد صهيب من الجزائر. أكثر موقف محرج صار معي أني نطيت من الباص وقعت وقعة الله مولاها، بس كانت فرحتي كبيرة لأنه ما حدا شافني بهذا الموقف غير ختيارين كبار، وتحية لك خاصة أكبر تحية من ابن الجزائر، وأنا كمان بحييكم يا أهل الجزائر. بنو بتقول مرة كنت برا الصف بساحة المدرسة، وبعدها إجا الأستاذ حط يمتحننا، كان حيمتحننا، فقلني أنت، فقال لي أنت من شعبة ألف تعالي امتحني، قلت له لا أنا من شعبة با، بس على مود أشرد من الامتحان. مشكلة رجع حكالي أنت من شعبة ألف واسمك التلاتي، وفشلت وقتها. طيب معنا اتصال. اوكي خلينا نكمل معكم. هلا في كمان فيديو لواحد بيكون بيحكي، مذيع بيحكي نشرة جوية، فبيدخل طفل صغير وبصير يقلده، وهو طبعا مو عارف كيف يسكته، وبرضه بيدخل المخرج على الخط عشان يسحب الولد الصغير لبرا. خلينا نشوفه مع بعض ونرجع لكم. كنت عم بقرأ قبل شوي تعليق حدا من غزة، وبتحكي لي انه هي ما صار معها مواقف، مواقف كتيرة صارت معي بس مش ذاكر منها اشي، انت احكي لنا موقف صار معك. وجهي لي تحية ربا الزاملي من غزة، اكيد وجهي تحية كتير كبيرة لكل اهلنا بغزة. هلا مواقف محرجة صار معي يعني، بس اقرب موقف انه اقرب موقف عند، لا مش صراحة أبعد يعني، بس إنه لهلأ بتذكره، يمكن كنت صف 7 8 وكنا بحصة العلوم، وفجأة المعلمة بتشرح، وكانت حصة إحنا شيء اسمه حصة صفرية، هاي ما حد بركز فيها بس إنه المهم موجودين فيها. بتحكي بتشرح وأنا خلص بلشت أغفي، أقوم أرجع أغفي أقوم، ما بتذكر صحيت إلا المعلمة واقفة هيك بصافني عندي على الدرج وصافني فيه هيك، بتحكي خلو طبعا يوم هالإحراج ابدا ما صار. وكانت رح تتكرر معي في مراكز التوجيهي بحصه الفيزياء، وشو يعني طالبات انت ما بتعرف من وين، يعني مش زي صف صحباتك لا. فبتذكر انه الدكتور استاذ على اخر لحظه وانا بدي انام له بيحكي امل قومي حلي السؤال، وطبعا محسوبتكم ما عرفت ايش صار، تقول الدكتور استاذ انا اصلا مش فاهمه الدرس معني كنت فاهمه. طيب هلا بدنا نكمل معكم. في كمان تعليق عفوا في وحده قالت لي اوكي مره واحده قالت لي انت نحفانه، مره قلت لها يا عمري انت عيونك النحفانه. انج بتقول كنت نازله من الباص وسقفهم صغير وانا طويل، المهم خبط راسي بالباب بس ما حكيت اشي. افراح بتقول انا افراح من السودان، بحبك كتير اموله، فديتك وفديك فديت طلتك فديت جمالك الله يسعدك. صارت معي مواقف بس مو متذكره، وانا كمان صراحه عم بحاول اتذكر مواقف صارت معي. موقف صار لاختي، كان عندها واجب مدرسي انطفت الكهرباء وحلت الواجب بدفتر ثاني، واليوم الثاني شافته الاستاذه وعادتها، يعني بتعرفوا هاي مواقف عاديه. المهم امون تقول موقف محرج اني كنت بالسوق مسكت بنطلون عجبني
اوكي، موقف محرج، عفوا، موقف محرج اني كنت في السوق مسكت بنطلون عجبني ماشته، فكرته دمية عرض الملابس اللي هو شاب قمت اصارخ. اوكي، كانت ماشية بالسوق، شكلها هي قصيرة والشاب طويل، فمسكت فكرتها دمية عرض ملابس وطلع شاب. صراحة هذا بفوز معنا بأحلى موقف. طيب خلينا نروح هلأ فاصل صغير عشان نستقبل الضيوف المبدعين المتألقين معنا، خليكم معنا. رجعنا لكم حبايبي من بعد الفاصل، وطبعا يعني دخلوا عندي ضيوفي على الاستوديو الجميلين تالا ويوسف. أهلا وسهلا. أهلا. مع مين أبلش؟ طيب زي ما بدك. يوسف مع مين أبلش؟ اوكي، رح نبلش مع تالا. اوكي، نوعد اكبر وهيك. كيف حالك تالا؟ تمام الحمد لله. طيب اول اشي دائما للضيوف اللي بيكونوا معي بحب اعطيهم مجال انهم هم يعطوني بطاقة تعريفية عن حالهم. تمام، رح نبلش مع تالا وبعدها مع يوسف. اوكي اوكي. انا اسمي تالا عدنان التلة، عمري 16 سنة، من مدارس حجاز الأهلية. اوكي. انا هوايتي او مهارتي هي مهارة الحساب الذهني اللي هو العبقري الصغير. العبقري الصغير هذا بيتكون من 8 ليفلات، كل ليفل يعني كل ما تزيدي بصعب أكتر، بصير إنه فيه مثلا ضرب وقسمة أكتر، منازل أكتر زي هيك. كتير بحبه، يعني شاركت فيه من أنا تقريبا صف سابع، كان عمري 11-12 سنة، وكل مرة صرت أتطور فصارت زي ثقتي بنفسي أكتر، فصرت إنه أحب هذا الإشي أكتر. طبعا رح نحكي عن موضوع كتير معك يا تالا، بس برضو بنسمع من يوسف. احكي لنا يوسف عن حالك. انا يوسف عدنان تلة، انا بصف التاسع حاليا، كنت في مدارس الحجاز الاهليه بس هسه في اليوبيل. بلشت بالبرنامج العبقري الصغير والحساب الذهني من انا صف ثالث، وخلصناه بصف ثامن تقريبا. برنامج كتير حلو، بساعدك على تشغيل الدماغ الايسر، الجهه اللي بتكون مسكره ما بتشتغل كتير، الجهه الايمن بس تشتغل. فبساعدك وين جهه الدماغ، الجهه الايمن تشتغل، جهه كيف انت بتعرف انه ايش اللي هي مسؤول؟ هي يعني الحساب الذهني بيكون مسؤول عن تشغيل الشق الايسر من الدماغ بنشطه. فبساعدك على الحفظ اكثر وعلى التفكير بشكل اسرع. وفزنا فيه مسابقات في على الوطن العربي وفي على العالمي. ان شاء الله. طيب احكوا لنا اول شيء، انتوا تالا انت بلشتي عن حب ولا حسيت انك انت مجبره على هذا الشيء؟ لانه مرات الاهل بحبوا يشغلوا العطل الصيفيه بناتهم واولادهم باشياء، وبتكون زي كنا نحكي انه باجبار انه اشغل وقتك. فتالا انت عن حب ولا عن اجبار؟ لا صراحه اولها كان يوسف هو اللي مشارك، فاهلي كانوا يحكوا لي انه حلو هذا المركز، ليه ما تجربي تشاركي فيه، ليش ما تجربي انك يعني تخوضي بلكي طلعت شيء حلو. فبالاول حكيت لا ما بدي. بعدين انه اهلي صاروا يقنعوني وافقت، دخلت اول ليفل كان مستواي مش كتير عالي يعني، بس حكت لي ماما كملي انه بلكي. فكملت الحمد لله اني وصلت هون يعني. يعني انت مو ندمانة؟ لا الحمد لله. انا لا اصلا من البدايه يعني من تمهيدي اول ثاني كنت احب اضرب اقسم اجمع، دائما ضل يسالني بابا وماما. فبس اجى البرنامج العبقري بالاول، اول ليفل بالمدرسه شاركنا فيه وحبيته يعني من اول ليفل. بس بعديها ليفل ثاني تركوا المدرسه، فاضطرينا نروح للمركز العبقري الرئيسي يعني. اوكي. او هناك هو في ناس ما بتقدر تستوعب شو هو الالوها، تمام. يعني خصوصا الناس اللي عن جد ما بيكون مرق عليها لسه، فاحكوا لنا ايش هو بالضبط الالوها. عباره عن زي عدات فيه، بتجمع فيه الخرزات، عباره كل خرج عن منزله. فلما تجمع المنازل مع بعض بتقدر تكون الرقم يعني، تجمع كل خرزه لها رقم. هو بيفرق عن اليوسي ماس صح؟ العبقري الصغير الوها 8 ليفلات، اليوسي ماس 10 ليفلات. طيب. بس تقريبا نفس الشيء، نفس الشيء يعني. يمكن حساب ذهني او شيء له علاقه بالحسابات. طيب معنا اتصال عشان نكمل معكم. مساء الخير. الو سنا، كيف حالك؟ تمام كيفك؟ تمام الحمد لله. معنا ايمان، من وين يا ايمان؟ من العراق. اهلا وسهلا بكل اهلنا بالعراق. طيب ايمان احكي لنا شو اكثر موقف محرج صار معك؟ مره كنت بصف المتوسط وسميان يعني مدرس يدرسنا، فكنا انا وصديقاتين نكت عليه وعلى شكله نقلد عليه، سميان بنت يعني من صديقاتنا، احنا ما كنا نعرف انه هاي تقرب له، فاعطيها سر بنت عمه ويعني هي حاسسه، جاي نهارجه وضحك علينا يضحك، عرفنا انه هو عرف. مش انتوا سمعتوا الموقف؟ ها؟ تقدري تعيديه لانه احنا ما سمعنا منيح يعني. مره
كنا في قطاع متوسط يعني بالمدرسة. آه أوكي. إيه. كنت على مدرسة درسنا. آه أوكي، يعني أنت كنتي عم بتختابي مدرس وطلع حد المدرس أستاذك. إيه ويعني بنتعامل تعطيني يعني أنا موجودة. آه طيب حكى لما عرفتوا أنت شو عملتوا، تأسفتوا ولا عادي؟ لا بس يعني ضحك علي ولا عملت حاجة. على فكرة أنا هلأ كمان ذكرت موقف صار معي برضو نفس الإشي، إنه كنا أنا وصحباتي قاعدين بنحكي عن معلمة وما خلينا، بعدين بتقولنا بنت إنه هي هاي خالتي، إحنا هيك طلعنا على بعض. فأنا شو بحكي لها بقولها عادي، يعني دائما الإنسان بلاقي في ناس بتحبه وناس ما بتحبه، هيك صرت طبعا يعني أضبط وضعي. يمكن يومها عن جد كلنا صار وجهنا أحمر وما عرفنا، طبعا هم صاروا يتأسفوا. وبعدين أنا صرت أحكي لها، تعرف يعني الإنسان دائما إلا ما يلاقي ناس بتحبه وناس تكبه، وصرت يعني أهون على البنت. طيب شكرا لاتصالك يا إيمان ونورتينا. طيب إيش كنا بنحكي؟ هلأ بدي منكم إنكم تطلعوا هاي الكاميرا وتحكولي، تبلشوا يعني إنتوا تسألوا بعض. لأنه أكيد أنا ما رح أعرف أسألكم. أوكي تمام، يلا بلشوا نشوف مين رح مين منتل. أوكي هل منتل في على الآلة العداد اللي هو الأباء، في منتل اللي هي عبارة عن خيات، تخيل. أوكي 79 21 33 44 25 89 19. أول 156 صح. أوكي سألو. كم يلا 67 21 88 minus 76 25 minus 44 81 صح. كملوا، لا بدي أوكي. واحد طيب. خربط عشان نعرف مين أشطر. طيب أوكي بلش. طيب هلا لا خلينا عن الجمع. أوكي 88 44 minus 22 81 minus 19 173 صح. ايش سالتها؟ استنى مساله ارجع. اذا بدك تحطي على الكالكوليتر. صح. انا عامله حالي بدي احكم وانا مش استنى يلا بس انا يمكن ما الحق عليكي، رح لحق. طيب حاسالك يلا. 79 21 88 minus 44 45 89 22 22 300 صح. طب وانت يلا اسالي سؤال. اسالك يلا 66 61 minus 21 44 31 25 26 25 لخبطت صح. 22 والله. طيب اعطيكم انا واشوف مين بيطلع. يلا اسرع. بس يعني اوكي احاول اسرع. اوكي شوي احسبها اول بعدين احكي لكم، ولا احكي لكم واحسب زي ما بدك. انا ما شاء الله. طبعا في شغله لازم تعرفوها حبايبي، انه تالا ما شاء الله. تالا احكي لهم انت ايش ماخذه مركز. الصدمه كانت قبل. هلا احنا شاركنا في مسابقه على مستوى العالم العربي واخذت فيها ميداليه ذهبيه. هاي المسابقه اهلتني اني اروح للمسابقه العالميه، واللي حصلت فيها على المركز الاول على العالم ما شاء الله. يوسف وانا في مسابقه الوطن العربي اخذت الميداليه الفضيه، ورحنا المسابقه العالميه اخذت فيها سوبر تشامبيون، انه فيه المركز الثالث الثاني اول، والتشامبيون سوبر تشامبيون. سوبر تشامبيون اعلى شيء كان. يعني يا جماعه في اول، في ثاني، وفي يعني ثالث ثاني اول، وفي هذا اللي فوق الفهمين، انه يعني الشيء اللي ما حد بوصل له اللي هو السوبر شامبيون. فكان يوسف. طب يوسف انت سوبر كمان بدراستك؟ ايه اكيد سوبر بالبيت مع ماما. مين اشطر؟ شعر اكاديمي. انا سالتها بصراحه برضو، الجواب كان صدمه، انه ما شاء الله هم اثنين متفوقين دراسيا وماخذين يعني منحه. ماخذين من اليوبيل، مدارس اليوبيل طبعا معروفه كثير عندنا بالاردن. طيب نروح هلا فاصل صغير ونرجع نكمل معكم حديثنا، خليكم معنا. رجعنا لكم حبايبي. طبعا هاي هي هاي هي الجهاز، او مش الجهاز، الاله خلينا نحكي اللي بلشتوا عليها صح ولا لا، وهي نفسها اللي ضلت معكم كل هذا كل هاي المده هي نفسها. يلا طيب انا رح اسالكم. رح نشوف من اشطر. اوكي صح هو سوبر وحركات، بس البنات يعني بدنا خلص. يلا ايش ابلش؟ زي ما بدك. اوكي يلا. طب استني هون. يعني معناها بلس، اما اذا في اشاره يعني بلس ما تقرايها. يلا ماشي.
اوكي يلا لا جد جد. 36 plus 15 plus 18 plus 88 plus minus 64 plus 86 minus 16 minus 65 minus 85 plus 82 minus 98 minus 44 37 شو 37 45 عيدوا 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 عيدو
عادي. لا عادي. لا عادي. ما شو تفتي سبن. انت حافظ الرقم لهلا؟ اوكي لا سبن. جود مساء الخير يا جود. يلا تحمس حبيبتي. مساء النور. تمام الحمد لله. وانت شلونك؟ والله الحمد لله حبيبتي. من نورة يا قلبي. الله يسعدك يا رب. هاد نورك. من وين عم تحكينا؟ من بابل. جودي من بابل. يا اهلا وسهلا بكل اهلنا ببابل. جود عمره صار معك موقف محرج؟ اكيد هو مواقف محرجة. اقدر اقول واحد منهم؟ طبعا اكيد حبيبتي. مرة بالجامعة دكاترتي بنات يعني وصلني أجيب لفات لأن دكتورات يعني مشغولات وكذا،
فغادة أجيب المغادة من النادي، نزلت من النادي اشتريت لهم لفات وقعدت بالدرج فوقعت بالدرج يعني قدام زميلاتي وزملاء كذا وقعت، وأنا شنو شلت اللفات بفوق حتى هي تأذون، قلت أنا نشيل لفات للغدا مال دكتوراتي، فأنا تأذيت واللفات اللي تأذون. يعني اهتموا بالأكل اللي جايبته مش فيكي. لا لا مو الناس، أنا رفعت اللفات لفوق حتى هي تأذون اللفات، فأنا وقعت. ترى أنا لما يكون معك أمانة بالموضوع إنه أهم إشي هي صح؟ أي طبعاً رفعت اللفات أهم شيء وصلوا السلامة وأنا تأذيت أنا عادي. يلا الحمد لله على السلامة. في كمان مواقف حبيبتي أمونة أكو سلام خاص من حواء عمر تسلم عليه. الله يسلمها يا رب. بتحبي تحكي إشي جود؟ لا يا عمر منورين وإن شاء الله ربي يوفقكم كلكم. الله يسعدك يا رب جود، تسعدين بسماع صوتك أنت وكل أهلنا بالعراق. نرجع يلا جاهزين؟ رقم صعب. هذا حلو. يلا أول ما بلش بدي أحكي. يلا 37 71 minus 12 34 minus 94 77 minus 38 36 96 79 23 صح. طب لا ما هو بدي أعرف مين يعني بصراحة. هو في ضرب قسمة كثير متقاربة. أوكي يعني ما تفرق قصدك إنه في ظلم كان يوم ما تحكم. لا طيب احكي لنا عن المسابقة، كيف كان شعوركم لما فزتوا؟ كان شعور كثير حلو بصراحة. حسيتوا بالإنجاز؟ أكيد زادت الختم نفسها كمان. طب كيف مين أول داعم لكم؟ أهلنا ماما وبابا أكثر شيء صراحة. وأنا اللي شفته يعني قبل الحلقة كان واضح جدا إنه أول داعم لكم اللي هو خالته الله يطول بعمرها هي وعمها. طيب بحكي لنا كنتي أنتي داخل على المسابقة متأكدة إنك حتفوزي ولا شاكة؟ أبدا ما كنت متوقع أبدا، يعني كنت إنه بناخذ شرف المشاركة إنه شاركنا في مسابقة كانت بتركيا بأنطاليا. بس إنه أطلع مركز أول هاي كانت يعني صدمة بالنسبة لي. كثير انبسطت. وايش طيب مدرستك اللي طلعتي انت باسم مدرستك ولا باسمك لحالك يعني؟ هلا احنا طلعنا باسم الاردن كلياتنا مع بعض، ونحن في مركز العبقري الصغير كان موجود فرع الرهبية ما شاء الله، وكمان يعني اكثر من فرع في المستوى الاردن. الله يوفقكم يا رب. نكمل الله هلا متعادلين على فكره لانه 2-2. يلا لا هاي سالكم عليها مش عارفه ليش معلقه في السؤال الثانيه. في كمان معنا اتصال. مساء الخير يا سارة. مساء النور ثاني تفرق انتو قراب كان كلهم بسألكم. الحمد لله تمام، وانت كيفك؟ اكيد انهم صح تمام الحمد لله تمام بارك النورة. الله يسعدك يا رب وجودك. سارة موقف محرج صار معك؟ ما اذكر بس انا حبيت اسلم عليك. الله يسعدك يا رب يا سارة. سارة يعني ما صار معك مواقف محرجة قبل هيك؟ ما أذكر بس أذكر بأنه مرة أنا طلعنا أنا صديقاتي للدوام، وأنا يعني دا أمشي أنا صديقاتي وضحكت ووقعت برضو وقعت. هذا موقف يعني كلش محرج وما أنسى أبد. طيب المهم عادي يعني أنت سليمة ولا تأذيتي؟ طيب راح الاتصال. عسيرة المواقف المحرجة سألتك صح؟ صار لسه ما سألتك، صار معك مواقف سليم. محرجة؟ أكيد مين ما صار معه مواقف محرجة؟ أكثر موقف بتذكره كنا مرة في مول هيك ومن بعيد مفكرة إنه هاي ماما، يعني جيت لعندها بقرب عليها بدي أحكي معها أشرت لها هيك طلعت أنا طلعت واحدة تانية. أنا فكرة دائما بتصير كانت يعني كثير حرجت. وأنت؟ أنا وقت المسابقة بعد ما فزنا وعلى النتائج ففي اجوا بدي يسلموا ناس على زميلي كان وراي فاز فكيف بدي يسلموا علي فانا مديت ايدي يا الله رجعوا عدوا عني وراحوا لورا. على فكره بتصير بالمناسبات هذا لازم مديت ايدك انت مديت ايدي راحوا عدوا عني. مثلا لما تكونوا اثنين جايين وحدا جاي انت مش عارف هو بده يسلم على الاول اول ولا على اللي معك بالضبط. طيب نكمل اوكي يلا جاهزين؟ يوسف متحمس. يلا 24 67 28 minus 69 plus 7 عادي حكيت plus. اوكي plus 7 اوكي وصلنا. minus 81 plus ما بزبط 57 minus 81 ما بزبط. لا هاي للأولى يعني plus
ما عرفت اوكي انا ما فهمت عليك صراحة. حكيت ايش غلط؟ لانه انت حكيت معنا 57 بعدين قلتي ماينس 80 فما بزبط 57. لا هي في كمان رقم حكيت 67. هذا ما سمعت. ما سمعته. اوكي ماشي خلاص بقول لكم اياها. هنعيدها. 24 67 28 اه انا مش عارفه ليش لما احكي ماينس بعدها بحكي بلس شايفك متعوده او هيك. على فكره حبيت الموضوع مش عارفه ليش لما كنت بدي اسجل وانا صغيره بطلت حبيت الاشي. يلا 64 23 49 98 21 89 73 15 83 83 500 15 500 15. ايش هو؟ انت في شيء ماينس مش حاط مش في شيء غلط حتى فيه. لا لا مش انت ولا انت. ما هو استني والله. اوكي اوكي عيدوا عيدوا. فكنت بدي احكي شيء بعدين لا طلع صح كلامكم. طيب عيدوا. 64 23 49 93 21 89 97 93 17 92 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
كل دقيقة وكل ثانية وكل وقت لازم. كل يوم يمكن تأثر على دراستكم. على هيك كانت مسابقة في وقت العطلة يعني. فعادي. بس قبل هيك الليفلات صار يزيد يعني. صار يزيد الضغط انه في مسؤوليات اكتر. في العبقر الصغير وفي الدراسة. فبالتالي بدك تنظمي وقتك انه انت تحلي وتروحي على المدرسة. ما شاء الله. طيب معانا اتصال ادهم من كركوك. مساء الخير. الو. اهلا وسهلا يا ادهم. اكثر موقف هو. تفضل. بسمعنا شكله من التلفزيون. أدهم. ألو. أدهم سامعينك تفضل. أنا في المرة صار زعل أنا زوجتي رحت أشوف بناتي صار 25 سنة أنا ما شايف بناتي. أمهن طلقت أمهن صار بغداد صار 25 سنة. طيب هذا مو أوقف محرج يعني هذا مو محرج يعني 25 سنة أنا أمها طلقتني ما شفت يعني الله يقبل 25 سنة أنا ما شفت شلون موقف محرج هذا ولحد الآن أنا ما شفته. الله يا رب يفرجها عليك يا أدهم. ويعني إحنا أكيد هو فعلا محرج وأكتر خلينا نحكي بجرح الإنسان أكتر لأنه بشوف غيره ممكن قادر يشتريه لا بس يا رب الله يعوضك يا أدهم ويفتحها بوجهك وتقدر تشتري. طيب شكرا لاتصالك يا أدهم ومستعدين بسماع صوت أهلنا بالعراق. طيب بدنا نروح فاصل صغير ونرجع نكمل معكم. أوكي رجعنا لكم حبيبنا. طبعا نكمل معكم. إحنا كنا جدا سعيدين اليوم فيكم ما شاء الله عنكم. طبعا أنا ما قدرت والأكثر من هيك كمان إنه انصدمت هلا بالفاصل بس بتطلع الورقة إنه صرتوا 4 منازل يعني هذا الشيء فعلا يعني يمكن اللي بيشوفوها بيحكي سهلة عادي جمع طرح لا طبعا هم كمان قادرين على الضرب وعلى القسمة ومو منزلة واحدة 4 منازل فهذا الشيء صراحة يعني كان بالنسبة لي صدمة وحاولت يعني حتى أنا يعني أول ما سمعت إنه ألوها ويوسي ماس قلت عادي بسألهم يعني سهل الموضوع بس أول ما بلشت أسألكم عن جد يعني هذا الاشي صعب وبده حدا يتقنه. احنا اليوم كنا سعيدين فيكم كثير يا تالا ويا يوسف ويا رب نشوفكم باحلى المراكز يعني عن جد انكم تضلوا مستمرين بهذا المجال ونلاقي ناس تدعمكم هون عندنا بالاردن واهتمام اكثر بالمواهب. شو بتحبي تحكي باخر اللقاء تالا؟ انا حابه احكي انه اوجه رسالتي للناس اللي مهتمه في هذا الموضوع ان الحكومه تهتم اكثر ممكن لو تكرمنا تدعمنا اكثر او حدا يتبنانا لدول الخارج برا يعني اكثر ان شاء الله. وانت يوسف؟ وانا شيء لو في ليفلات اكثر يعني خلصنا احنا 8 ليفلات لو في اي شيء ثاني برا واي شيء ممكن نكمله انه حل يعني
بالضبط. انتم بتحسوا انه ممكن ما في عنا هون بالاردن دعم عفوا للمواهب كثير صح؟ فاحنا عن جد نتمنى انه يكون في مؤسسات تدعم ومراكز اكثر، يمكن مركز واحد او مركزين بتلاقي بالمحافظه، وحتى مو كل المحافظات، ممكن عمان الزرقاء اربد تلاقي فيهم اهتمام باليوسيماس والالوها. اما احنا عن جد نتمنى انه هذا الشيء ينتشر بالاردن لانه احنا كثير عنا قدرات صح. انه بالضبط انه مركز الاردن بالتعليم من اوائل الدول العربيه، وحتى من المراتب الاولى على العالم، اللي هي صعوبه المناهج وحتى ذكاء الطلاب وحتى العلامات اللي طلعوها الطلاب تعليم قوي كثير. فاحنا بنتمنى انه هذا الشيء يستهلك عندنا بالاردن. طيب عندنا حسين من بابل، مساء الخير. مساء الانوار، شلونك على السيف؟ تمام الحمد لله. احسان والله كثيرة هي المحرج صراحة. متى؟ هي المواقف سوى شيء تحية لكم على هذا البرنامج الفلف اللطين. الله يسعدك يا رب. تفضل احكي لنا موقف. الموقف من قريب، أنا أكل عشاء الكبار مش سامع. طيب ارجع اتصل معنا مرة تانية لأن صوتك أبدا مش واضح، وإحنا جدا سعيدين بسماع صوتك يا حسين أنت وأهلنا ببابل. طيب إحنا وصلنا هلأ لختام حلقتنا اليوم، وبرجع بكرر إني كنت جدا سعيدة فيكم، الحلقة كانت ممتعة وأنتوا طبعا يعني تقريبا تعادلتوا، يعني انتي اعلى بنقطه بس انه ما شاء الله كمان يوسف. الله يخليكم لبعض، كمان صحبتكم واخوتكم حلوه والماتشنج اللي عاملينه بجنن. طيب حبايبي الحلوين، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، كونوا معنا يوم السبت نفس الساعه 5 مساء بتوقيت الاردن والعراق. مني انا امل قطامي، الف تحيه لكم.